قليلة مع الإعلام المشرق العربي. اهلا وسهلا.
شكرا كثير لشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، النجمة اللي أسرقت ببرنامج ألبوم. وفينا كمان نزيد لقب على ألقابك الكثيرة، الحنونة. شو قصتها غنية الحنونة؟ في رسالة كثير كبيرة. أنا بحس إنه نجوى كرم تختار بعناية كلام ألبومها الجديد. هالرسالة لمين نجوى؟ واضح ما بدنا نعلق على جمهورك نجوى، كلهم مبسوطين كثير. رزان، هيدي الرسالة الحقيقية، هيدي الرسالة الحقيقية. الله يخليك لإلهم ويخليهم لإلك وتضلك للبنان وللعالم العربي. نجمتنا كلمة أخيرة قبل ما تروحي، تألقك رائع. شكرا. بكل شيء. شكرا. بدي أقول إنه فستان الأول ما مرقت الذهبي بهيدا حكي هو من تصميم الأستاذ زهير مراد، والفساتين الباقيه من تصميم الاستاذ بسام نعمي، مكياجي بسام فتوح دائما طبعا، وانا كمان كمان، وشعري زكريا ويحيى وزكريا. بحب اقول كمان انه الشغله كلمه لوك صارت شوي بتزعجنا. صحيح انه منحب نطل كستات ومنحب قدوه، نكون قدوه، لانه السيدات العربيات هن قدوة لكل سيدة بتحب تكون رمز الأناقة. بس بدي أقول كمان إنه هيدا حكي هي من كلمات الشاعر نزار فرانسيس ولحن الأستاذ عماد شمس الدين. أغنية لو ما بتكذب هي من كلمات الأستاذ الياس ناصر ولحن الأستاذ وسام الأمير، وأغنية الحنوني هي من كلمات محمد شحادي ولحن الأستاذ وسام الأمير. هيدا حكي، هيدا حكي، وهيدي نجمتنا الليلة. وكلمة الحنونة هي بيستحقها كل إنسان بيتمتع بالإنسانية. ويوما ما لما أستاذ ملحم بركات أطلق علي لقب الحنونة والأستاذ وسام الأمير عرض علي الأغنية، حسيت أنه بحبها بتشبهني، لأنه ورا شخصية كل امرأة قوية ضعف حنيتها. مزبوط، ونحن بنعرف قد قلبك كبير وأبيض وحنون، حنون مثل صوتك. شكر كثير كبير. شكر لكم. لملكة المملكة. بشكر اللجنة. نجمتنا. بشكر اللجنة.